ما في هجمة، ما في هجمة مبنية صح. يعني لو ما سوى الخوجل يمكن ما جبنا هدف، ممكن النتيجة للراي. يعني ما أدري، حتى تبديلاته يعني أنت ضامن هدف أوكي، يعني يلعب صح، راح وسوى بدل، يعني شايف الهجمات أنت اللي علينا كيف آخر شايف الهجمات لما لعب، شايف كيف كيف الهجمات، يعني مو هجمة ولا هجمتين ولا ثلاث لهم. ممكن قلة الخبرة باللاعبين الصغار أو دخولهم بالثقة الزايدة، هذا اللي نقدر نقوله. تتوقع أنه النتيجة في الأسوية التعادل الأسبوع الماضي وإيقافات الفريق إصاباته أثرت اليوم؟ طبعا ضغوط مباريات من المنتخب وأغلب اللاعبين مع المنتخب لاعبين أساسيين، هذا له دور. وأرضية الملعب يعني حرام، يعني استاد الملك عبد الله أرضيته كذا، والله حرام. طويلة وبعيدة إلى خوجلي، محاولة من خوجلي ودربكة أمام مرمى الرائد، تعود للسلهوم، يهيئها الهدف الهلالي سعد الحارثي. غلطة العاد شاطر بعشرة، وغلطة حارس المرمى بهدف، الخوجلي يخطئ والهلال يتقدم. النتيجة مقنعة بالنسبة للأداء، بالنسبة للأداء النتيجة مقنعة. ترى أنه أداء فريق كان أقل من المستوى بالنسبة للهلال؟ إيه، كان الفرج تعب محور، الفرج يسار ذاك يسار. نسي إصابات فريقك وعبد اللطيف الغنام دكة الاحتياط والقرني محورين، جيب لي الفرج محور، ألعب يسار، لعب يسار، محور محور الفرج ما يصلح، والعربي تهبت عند الجول. كرة عرضية أمام مرمى الفريق الهلالي، جول! هذا ما خشيه الهلاليون، الرائد يعادل الأمور مع الدقيقة 80، واحدة من الكرات اللي تهدد الهلاليين. دوري ما قصرتم، يعطيكم ألف عافية. زين، أتمنى من الإدارة الهلالية التركيز على الآسيوية فقط. أنت تبغى الآسيوية؟ جيب لك أظهرة زي الناس، مو الزوري ونامي، أقسم بالله ما هو لعب كرة قدم الزوري. شوف الكرة لما يثبتها، والله ما أدري وين ألعب، والله صادق كلامك كله واقعي وحقيقي.